يسير البلح وسط قطاع غزة في أحد مراكز الإيواء، حيث تتضاعف المعاناة هنا مع سقوط الأمطار. معنا الآن أحد إحدى النازحات في هذه في هذا المركز. يعطيك ألف عافية. الله يعافيك، الله يرضى عليك. إيش شايفينك بتعمل تولع نار رغم مطر، يعني أجواء ماطرة. بنفعش هون بدها ولا أختي صغيرة دوبها وسع الأولاد نصار اللي جوا في 13 نفر، أنا وبناتي وابني وسبعة نفر معاه عيلتين، يعني في الخيمة هذه. الخيمة هذه والله ما بنعرف، ما فيش وسع أصلا ننام فيها، بس بننسى. والمي بتنبر علينا من كل المطارح. لما بتشتي بننامش طول الليل، بتضلنا قاعدين. عندك أول إشي الأرض واطية، أرض طينية. الأمطار كانت غزيرة جدا جدا امبارح وأول من أمس، فغرقت كل الخيام هان، مرقت وديان، الصرف الصحي كل هيته انفجر في المنطقة هذيك ونزل، لأنها منطقة واطية ما أنت شايف كلها غرقت، غير الأمطار صرف صحي يعني كمان مجاري، وغرقنا بهدلت كل الخيام، كل الناس طلعت على الأسفلت غاد، والوضع كان مأساوي جدا جدا جدا. احنا ربنا نكبنا وخرب ديارنا ودورنا تهددت ومش فريدنا، وهي احنا عايزين الخيام، انتوا بتحسبوه من هذول الخيام اللي هم عينات ميه، عينات ميه، ما احنا لاقيين فدم نلبسه. كانت الناس تدعي تقول له يا رب ينزل المطر، صرنا نقول يا رب ما ينزل المطر، الاطفال متغرق مطر، عندنا اصابات في الخيام كمان، يعني بصلها الميه وبصلها المطر وفيش ستيره، فيش ستيره، برد، ثلج، ثلج. فيش عندنا امكانيات تدفئه نهائيا. صحيح. الميه تبعت الشتاء بتدخل علينا، ميه الشتاء بتدخل علينا جوا. طب ايش بتعملوا في هيك حاله؟ يعني قلنا الله، قلنا الله، والله العظيم قلنا الله. المعاناه احنا نسبه لليل، صرنا الليل ونهار واحد، عندنا نسبه للمطر، المطر خش في خيامنا، اوعينا خربنا، فرشنا خرب، حدش مدور علينا، بنيجي بنبعث الشادر من المطار بنقول لهم عمل لنا لجنه ادينا الشادر، هذا بقول لك بكره بسيبونا بالعشر ايام، بنروح من نروح الخاطر نشحت في الشوارع، بنروح نتداين وبنحط حالنا ديون وبنروح نشتري الشوادر، ومش ملاقيين حد يقف معانا، فيش حدا وقف معانا، يعني كل الناس هم مبهدله. عندك اللاصه، عندك المرض، عندك المجاري، يعني كله يعني وضع صعب صعب صعب. يعني في ظل التساقط الشديد للأمطار وفي ظل هذا البرد القارس وفي ظل أيضا غياب وسائل التدفئة، خصوصا أن غالبيتهم هنا يقطنون داخل خيام بلاستيكية لا تحميهم من هذا المطر ولا حتى من البرد الشديد. عبد الله عبيد لقناة الغد من مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.